صباح النور، كي صبحتوا؟ مزيانين، لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. انا اليوم عاد نوض ان شاء الله نوض. قلت وعرفتي شنو؟ انا اليوم غادي نعمل لكم واحد الفلوج. يا سلام، زين، عمركم ما شفتوا بحالو. ضروري تتبعوا هذا الفلوج، هذا ضروري ضروري تشوفوه. المهم اليوم غادي نعمل لكم، تشوفوني اليوم كي صبحت الدار ديالي وشنو اولا غادي نعمل ان شاء الله. المهم انتم معايا، انا غنوريكم لي زيشونتيون، نوريكم المراحل اللي غادي نمر بها هذا النهار، لان هذا النهار قررت انني غادي نعمل المسائل اللي ما كنحملش نعمل الحق ماش نعمل ان شاء الله هذا النهار. المهم اجيو تشوفوا معايا وهانتوما تبداو معايا. طططون هانتوما شوفوا 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 على حاله، شوفوا على ويل، شوفوا على ظلام. هانتوما هانتوما تشوفوا اليوم قررت انها غتجي عندي ماما مسكينه الله يعطيها صحتها، غادي تعاوني واحد المهمه اللي ما كنحملش نعمل، اللي هي انني كنجبد حوايج، كنبدل الماريويات وديكشي. انتم عارفين خاصنا نزولوا شحال من حاجه، داكشي المسائل اللي كتصغر. ايوا المهم هنايا هادو الزرابي صبناتهم للمراه ديال الكوزينه والكولوار. المهم انتم غتبقاو معايا حتى نفضيو هاد السوق، غادي نجمع حتى البيت ديال العيال. ديك ساعتك انا غادي تدخلوا معايا البيت ديال العيال، دابا ما غندخلكمش لان باقي ناعسين. انا نوض على بكري. ايوا دابا هانتوما معايا، دابا غادي نمشيو للكوزينه للكوزينه. اليوم غادي نفطر، غادي نجي نفطر. ها فطوري، ها هو فطوري، ها هو كنعمل الريجيم. ايوا المهم ديك ساعتك هانتوما معايا. ها هو ميشو، ها هو سيدرا، كتقولي لوري لهم ميشو. ها ميشو بنتي، ها هو ميشو سيدرا، ها هو ها هو ميشو سيدرا، اهو. ايوا المهم هانتوما معايا. هنايا انا باقا جبرتوني كنعمر لافيسيل، تنسالي نفطر وعاد غادي نكملها بتعمر. المهم هانتوما معايا. ايوا هنايا وجدت الفطيوار ديالي، عندي هنا الطوسطاده مشويه مع شويه ديال الجبينه وكونفيتور. هنايا غادي نعمل واحد الرشه ديال الحبوب الشيا، كيجيو مزيانين مع هاد الطوسطه، دا كيعجبوني انا. المهم هو الاذواق وصافي. ها هي انا كنستعمل هذه. ايوا بالصحه والراحه ديالي. ساعتك كويس ديال القهوه، ها هو. ايوا نفطر دغيا باش نوض، لان خاصني نفك الكوزينه ونعمل الغدا. اليوم غادي نعمل الغدا، هانتوما غتشوفوا شنو غادي نعمل. ما نعملكمش لا غوسيط، انا غنقول لكم غير الفكره شنو غادي نعمل لنا الغدا. وديك ساعتك غادي نخرجوا نمشيو لديك قلب شقلب اللي عندي على برا والماريوهات. يلا هانتوما معايا. ايوا هنايا هانتوما، انا ساليت الكوزينه ديالي، عملت الزريبيات ديالي. هنايا عملت الغدا حتى هو سفرجل، هنا غنعسلو. وهنا عندي اللحمه كت ها هي الرقبه، غادي غادي جبرتوني كنشحر فيها. هنايا باقي عندي الماء باش غادي نمرق. ايوا صافي القشيعات هنايا كانوا شي بزاف. هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا عاد بانت لي خباجه الكفته باش نعملوها مشويه. ايوا القشيعات ديالي عملتهم في لافيسيل، هذوك ما غنخدمش لافيسيل دابا حتى نزيدو عليها ديال الغدا. هادي راها مغسوله بحال هيدا، هادي عملت بها البارح لي بانكيك في الصباح. ايوا صافي. المهم دابا الحبايب ديالي غادي ننتقلوا ان شاء الله الرحمن الرحيمين، غادي نخرجوا على برا. صافي هنايا كملت مرقت الطاجره ديالي، صافي غادي نخليها طيب. هنايا بالنسبه لهاد السفرجل هذا، انا راه عندي دائما بحال اللي ما عرفتش واش كنت قلت لكم في فيديو ولا لا، انا عندي هاد المسائل هذه كتكون دائما عندي في الفريكو. يعني كتكون الساعه ديالها، انا هنا بالنسبه لهاد السفرجل غنقول لكم الطريقه باش نعمل لكم الفيديو ديالو كيفاش كنعملو. انا نورمالمون كنجيبو كنغسلو مزيان، كنحكو بالسلك مزيان، بحال داك القشره ديالو كنحكها مزيان بالسلك، بحال فهاد السلك ديك الغليطه حقبت ما بقاش يتكي حتى كنجرحو، ياسكو غير كتزول منو ديك الشعيرات وديك بحال الصويفه اللي كتكون فوق منو. وكنقطعو على اربعه وكنفلحو ايكيس من الفوق، وكنعملو كيتبخر دائما. ملي كنعملو كيتبخر كنعمل في السفلي واحد
ترفد الليمونه. علاش كنقولوا الليمونه في الاول؟ اولا باش ما كتكحلناش الطنجره ديالنا، وثانيا ديك البخار ديال الماء والليمون كيعطي واحد النكهه مزيونه في الاكل ديالنا. وكان ملي كنخرجوا كتكون عندي واحد جوج ديال الرضايم على حسب الكميه اللي عامله ديال الصفرجل، كنكون عاملاها في الفريغو اسكو كتكون شبه مثلجه، يعني كيكونوا فيها شي خيوط ديال الزاج بحال الزاج، هما ما مثلج يعني كيهبط ليكيد ولكن فيهم بحال الخويطه ديال الزاج. كنشبر هذوك، كنخوي عليهم داك الماء، داك الصفرجل كنخوي عليه ديك الماء مثلج هيداك، وكنخليهم واحد خمسة او لا 10 ديال الدقائق حتى كنحس ان الصفرجل ديالي برد ما بقاش يسخن. كنستو في الصينيه واحد حدا واحد حدا واحد، كندخلو الفريكو اون فوا كيتجمع وكيشبر راسو، ديك ساعتك كنجبرهم كاملين كنعملو في واحد البلاستيكه اسكو كيبقى مفرك، وانتم كتشوفوا كيفاش كيبقى حتى اللون ديالو كيبقى ابيض غزال. هذه هي الطريقه ديالي ديال الصفرجل. هنايا راه ما غيديريش ليا بزاف ديال الطياب لان انا قلت لكم شبه طايب، يعني عملت معاه واحد العويد ديال القرفه، ودابا شويوش غير غيدخل معاه شويوش داك الطياب ديال الماء والقرفه، غادي نضيف عليه السكر والقرفه مطحونه. المهم باش ما نطولش الفيديو انا غادي ننتقل للجهه الضفه الاخرى. ايوا هنايا انا قلت لكم ننتقلوا للضفه الاخرى. هيدا هو البيت، ديك ساعتك حتى نسالي من هنايا عاد غندخلوا لداك البيت ان شاء الله. ايوا غادي نجيو لهاد، الله يعاوني عليها وصافي، الله يعاوني عليها. الشعيبيه ديالي ها هي، طبعا فين ما كان غتجبروا الاوراق ديال التلوين، كيحمق التلوين كيحمق الرسم. ايوا دابا ها نتوما معايا في هذا الشيء هذا. ايوا اجيو نبداو هذا الشيء هذا. انا اليوم غادي نبدا غير بهذوك الكبارين، بعدا نبدا بالكبارين كنزيدو دائما هيدا كنعمل هنايا هادو. هاد المليطات ديالي عاد شريتهم جدادين خفافين كيجيو فنين، ولكن واخا عاد شريتهم جداد صبنتهم. هاتي هاهما هاد عاد شريتهم جدادين ولكن صبنتهم خفافين خفافين مرة، يعني كيقدرو يجيو فوق فوق الكاما. هادو ديال جوج كيجيو فوق الكاما، كتقدر تغطي بيهم فوق الكنابي، يعني فيهم شحال ديال الاستعمالات، وعاد أو ميم طو هما سخانين. شريت تليوتات وحده شيماء وحده اسماعيل وحده سيدرا ياك. كانت كتسناني ونقول لها نقول ما نقولش سيدرا ساعه، ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما نقولش سيدرا. ايوا المهم ها هما ها هما. هادي هاد الزربيه هادي عطاها لي بابا ديالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا يا ربي. هذه كان كيغلف هذه الزرابي تسلق وتعاملها في البيرو عندي، ودابا جبتها لهنايا لان كنت كونجي يعني شحال ما صلنت عليها، هذاك الشيء جبتها صبناتها للمراه الله يجازيها بخير، وغادي نرجعها عاود من البيرو لان هو هذا عطاها لي نعملها في البيرو. هذه المنطه الثالثه. واحد القضيه ان شاء الله ان شاء الله من مورا هذا الفيديو، ما عرفتش واش من موراه ولا قبل منه، ما عرفتش شكون اللي غيتمون قبل، غادي ننزل لكم واحد الفيديو عاود ديال مشترياتي من علي اكسبريس. انا راه من الناس المدمنين على المشتريات من علي اكسبريس. المهم راه ما عندي شحال هذا الشيء، ولكن غادي انا قلت لكم ما عرفتش فين غادي نعملو، واش في هذا الفيديو هذا واش قبل من هذا اولا من مورا هذا، باقي ما عرفتش. ساعتك غادي تشوفوا معايا. ايوا المهم غنبدا نطوي هذا الشيء وديك ساعتك تشوفوا شنو كاين هنايا. اش كنعمل باش كنسهل عليا الامور؟ هاد الشركه هادي اش كنعمل فيها؟ كنزول فيها هاد الشيء ستيتو تقاشا داك الشيء، عاد كنبدا نطوي، ومني كنكون كنطوي ديك ساعتك كنبدا نطوي كل حاجه بوحدي. ميما هادي هي ماما، ميما جات. افتحي لها بنتي افتحي لها. هذا هنايا غادي نبدا نطوي المسائل. هو ها انتوا معايا حنا كنطويو، بلاتي ما تقطعوش انا غنعيط باش نفتح على ماما. ايوا هيا جات ماما ديالي. ايوا هنايا انتوما ماشيين، ماما غتجي. ماما عندها واحد النوعيه ديال الطويان، ما كاينش شي هاد نطوف في السما ونعملو ديك ها 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 وصافي ابدا. ماما خصها يعني ها حتى تجيو صوركم، ما نصوركمش يا صوركم كيفاش كطوي ها وتجبد ها
وانا رانا هذا الشيء ما كيعجبنيش حتى الزيتي والغصوره بلا ما تفضل هيدا وتشوفوا الطويان كيفاش منور. اما هذا هيدا ونزل ويتنزل هيدا. المهم انا تا ترتاح بعدا من الدروج مسكينه انا غنطوي وليك صحي نكون كطوي انا غندير لكم كيفاش هي كتبدا هذا الشيء هيدا ملي كنبدا نعمل هيدا وهيدا اري ملي كتسقس كتغوت عليا. المهم هانتوما معايا هانتوما شوفوا ماما وليلي متل انا ها اللي قلت لكم سمعوا شني كتقول لكم البي بيجامه لا هذه ولا الطويله ولا كديري داك الفوقاني بوحدو كطويه كديري فوقو هذا السروال وكطويه هكا باش ملي كتجبدي البيجامه كتجبديها بديالها كتبقيش قلبي على البيجامه بوحديها والسروال بوحدو. سمعتوا مزيان هذه الحاجه امينه ايوا عندها كل ايوا ها هما طوينا هذا الشيء هذا ها هما كلشي دابا مطوي هذيك الشبكه هي نتا حيت ديال ديك تقاشر المسائل اللي صغيره ايوا دابا غادي نمشيو تشوفوا البيت اخر يلا طيف يلا طيف شوف شوف شوفوا على قلبش قلب شوف ماما مسكينه اش كيستنى هذا البيت ديال العيال ديالي هذا عمركم ما شفتوه تشوفوا هما المكاتب هنايا ايوا ها هما المريويات هذا المريو ديال شيماء هي كتخوي وتعوض اسماعيل ها هو خوه كامل حتى هو باقي غادي يعوضو ها هو وسيدرا راهي تحت الحوايج كطلل عليا بحال الفاره هي مخبعه ايوا صافي. المهم حنايا غادي نبداو عاود هاد الحاله انا قلت لهم هنايا يطري واللي ما غيتلبش شي تعطى في سبيل الله واللي الصيف يزول المهم هيداك يبقى ماشي ايوا المهم ها نتوما معايا تنكملوا عاود هنايا وعاود نوري لكم هنايا شني كيف خرج ايوا هنايا ها هو الطويجن ديالنا ها هو وجد الرقبه ديالنا بسفرجل مع السر وبيطات وهنايا واحد الشهيوه هذه التحليه اولا اللي كتقولها كاين اللي كيقولها التحليه كاين اللي كيقولها المروزيه كل واحد كل منطقه شنو كيقولها هذه عدلتها لي اللوسه ديالي الله يسلم يديها زعما كتعدلها مبدعه كتبدع شي نهار غادي نمشي لعندها وتعدلها قدامكم ايوا المهم غادي نتغداو ونمشيو نكملوا الحوايج ان شاء الله انتما معايا ايوا ها هما بعد عناء طويل ها هما بقى شيماء بقى كتعوض هنايا ولي لون ديالي واخا ولديك باقي ما عدلناهش ياللي عدلتوه وها هما ديال سيدرا كان ديجا معدل الصراحه كان ديجا معدل ايوا وشايشاط ها هو هادشي كامل ان شاء الله ما غيبقاش هادشي كامل كبير عليهم واللي صغار ماشي كبير اللي صغار عليهم ايوا هنايا غادي نقول لكم الى اللقاء الحبايب ديالي نتلاقاو في شي فلوق اخر ويلا عجبكم بقاو تقولوا لي شنو نقدر نعمل لكم هذا بابي بان كان سقساتني عليه واحد مره واحد مشاهده قلت لها هذاك بابي بان عجبها بزاف هذا بابي بان بوستر كيجي فن عندي هذا وعندي هذا عندي اسكت وعندي هذا وحق دابا ما بقاش كيظهر لان هنايا نورمالمون في النورمال ما كانوش عندي هاد البيرويات ما كانوش عندي هنايا كانت عندي كما هيدا وكما هيدا ولكن بدلنا اللوك دابا ما بقاوش بيرويات رجعوا حوانت اللي بغى زعما يشري شي حاجه ها هو عندي البيرو مرجوع لنا الحوانت ادوميسيل ايوا المهم هنايا غادي نقول لكم الى اللقاء مع السلامه واللي عجبهم شي فيديو اللي عجبكم شي فلوغ نعملو لكم ولا شي حاجه شي افكار قولوها لي في لي كومونتير وانا معكم يلا الى اللقاء مع السلامه.